خلال لقاء مفتوح نظمه في مقره الانتخابي، شدد مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة الشيخ مالج لحمود الصباح على ضرورة التصدي لتجاوزات ملف العلاج بالخارج. لحمود تعهد خلال اللقاء بتبني قضية ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أنها ستكون على رأس أولوياته حال وصوله إلى البرلمان. دعا مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة الشيخ مالك لحمود الصباح إلى وقفة جادة لمواجهة تجاوزات ملف العلاج بالخارج الذي طغى على الساحة السياسية مؤخرا، متعهدا بمحاسبة الحكومة على المخالفات التي شابت هذا الملف وتداعياتها التي انعكست سلبا على المواطنين. هذه الحكومة المعوقة، حكومتكم اللي تهتم فقط بعمليات تجميل، حكومتكم فقط اللي ترسل العلاج السياحة، هذه حكومتكم المعوقة. لكن اليوم مو راح نجامل، اليوم وصل سيل الذبه، مو راح نجامل، لازم اليوم نحط النقاط على الحروف يا اخوان، والغلطان نقول له غلطان، واللي الرجل اللي صح بالعكس نوقف معاه ونأيده. هذا الوضع لا يمكن يستمر في ظل هذه الظروف. الحمود وخلال لقاء مفتوح نظمه في مقره الانتخابي وسط حضور واسع من أبناء الدائرة الخامسة، أكد تبنيه قضية ذوي الاحتياجات الخاصة والدفاع عن حقوقهم خلال المرحلة المقبلة، منتقدا إهمال الجهات المعنية لهذه القضية. الفئة هذه اللي الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يشفيهم ويعوضهم إن شاء الله ويجمع لهم بين الأجر والعافية، ظلموا الوقت اللي يوم نشوف الدول الغربية والعربية وكذلك الدول الصديقة والشقيقة يحاولون ويعملون على دعم هذه الفئة أفضل من قصورني. كما شهدت الندوة حضورا لافتا من ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من المهتمين في هذا المجال، وسط دعوات لدعم القوانين الكفيلة بصيانة حقوق ذوي الإعاقة وتذليل العقبات التي تواجه هذه الفئة، لا سيما وأنها تمثل شريحة لا يستهان بها من المجتمع الكويتي. القانون ما نزل من أي جهة، إنما نزل من أصحاب الإعاقة نفسها، هذا لازم يفهمونه المؤسسات والوزارات اللي عليها التزامات في القانون، إن هذا القانون طلع من المعاقين عشان يلبي احتياجاتهم. هذا القانون اللي اتفقت عليه الحكومة ومجلس الأمة تقريبا بالإجماع، لما يجي نبي الحين نطبقه، لما يجي نطبقه بدأت العراقيل. وشارك في الندوة ممثلون عن جمعية طلبة كلية الحقوق مطالبين بتسليط الضوء على المشاكل التي يعانيها الطلبة في الميدان التعليمي.